بالقرآن اهتدي في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي للإله بالقرآن اهتدي في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي للإله. مارك، ومارك هو اسمي الأصلي، وعمري الآن 22 سنة. أسكن في المدينة اسمها ماركامباغال، من المدن بجانب المدينة الكبرى في بلادنا اسمها ليل في شمال فرنسا. فالحال إن تكون في الظلمات كهذا الشخص لا يرى، يمشي ولكن يمشي بدون مقصود، يمشي ولا يعرف أين يكون، وهذا هذا الحياة الكافر. أما الأمور الدينية تذهب في يوم الأحد في الكنيسة، أو أحيانا في الأسبوع تقرأ أحيانا الكتب المقدس. ذات يوم كنت مع أحد من أصدقائي، كنت في درة نارية، ثم هكذا انقلبت الدرجة النارية. ومن هنا بعد خروج المستشفى بعد حديث خطير، إنما تفكر على الحياة، على مقصود الحياة. ثم الشهر بعده الله عز وجل جعل في طريقي أحد مع أصدقائي، وهو يريد الذهاب إلى الحلاق. نعم. فدخلنا في المرأب، لأن الحلاق كان في مرأب فيه الانتظار. نعم. أشخاص مسلمين وغير المسلمين. نعم. وتكلموا عن عيسى، موسى، ولكن بالمصطلح الإسلامي، لا يقول كلغتنا جيزو، يقول عيسى، لا يقول مويز، يقول موسى، هكذا. اسمه مهدي. نعم. الآن اسمه مهدي ولكن بالأصل ماكسانس. نعم. سألت عن لماذا أنت هنا؟ قال لي أنا مسلم، أشترك في الدروس، أنت مسلم، أنت فرنسي. قال لي هكذا، أنت يمكنك أن تكون مسلما وأنت فرنسي، تكون مسلما وأنت مثلا إنجليزي. وشرحني بنظام بسيطة، وأيضا هو كان من قبل نصرانيا، وأيضا عاش في البلد نفسي هو فرنسا. أجابني كثير أعطاني كتب أحمد ديداد. قرأت الكتب ولكن بسرعة، لأن كمثلي شخصا جوعا. نعم نعم سبحان الله، جوعا للحق. يقول كان جوعا للحق، سبحان الله. هو أنا والحلاق يعني هما يريداني أن يعلمني على سورة الفاتحة. حفظت هذه السورة قبل الإسلام. قبل الإسلام. نعم. وصليت قبل الإسلام، قبل الجنة. قبل الجنة نريد أولا شيء عظيم، وكثير من الناس ينسون هذا. نريد أولا رضوان الله سبحانه وتعالى، رضوان الله هو أكبر، ولن لا نريد الجنة، نريد الله عز وجل وقربته. أنت هكذا لا تدري لماذا، ولكن تشعر شيئا عظيما في قلبك. ثم بعد سنوات تفكرت، قلبك كان مسودا،
والآن مبيضة عظيمة منورة جدا. ولذلك أظن أن في هذا السبب تشعل شيئا عظيما. مثال الشهادتين كمثلا شخص عميا ويعود عليه البصر، كيف حال هذا الشخص؟ تفكر.